السلام عليكم، مساء الخير، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. كل بيت يستعد لرمضان بطقوس او اشياء معينه. خلينا اوريكم احنا ايش سوينا. زي ما انتم شايفين هالزينه رمضان، خلينا اوريكم ايش امي سوت في البيت. ما شاء الله امي مره تحب الزينه، وخصوصا في شهر رمضان والعيد. شوفوا مكتوب رمضان كريم، رمضان جانا، مرحبا شهر الصوم. وحوي يا وحوي. وهنا في السقف علقت هذه النجمه، هنا برضو فانوس رمضان، هذه العلبة شكلها للحلا، مرة ما حقرب منها، مكتوب عليها رمضان كريم. وهذه شجرة فيها فوانيس. هنا برضو في مخدة لقيتها رمضان كريم. وهذه نجوم تتولع هنا مع الكهرباء وتطلع نوار في الليل يشغلوها. طبعا كل بيت يحتفل بطريقته الخاصة. هذه طاولة الأكل، الساعة 3 العصر والطاولة ما شاء الله جاهزة، والله تجهيز من بدري. طبعا في رمضان مو بس احاول اتطور من الناحيه الدنيويه، حتى الناحيه الدينيه احاول اكون اقرب لله، احاول اي ذنب او حاجه سيئه كنت اسويها ابطل اسويها، احاول اوقف عنها، واحاول اقرب اكثر من الله، اسوي اعمال كويسه واعمال خير. والفكره انك تدخلها روتينك وتحاول تحافظ عليها بعد رمضان ان شاء الله. اما بالنسبه لتمريني راح يكون فترتين ان شاء الله. الفتره الاولى حتكون الساعه 5:30، 5:30 راح نبدا مشي الين الساعه 6:30، عندنا مشي لمده ساعه. المغرب حيأدينا الساعه 7، قبل ما نرجع البيت حيكون أدى المغرب. نفطر الساعه 7، وعلى الساعه 8:30 حنتقابل في النادي مره ثانيه ونتمرن بالاثقال او تمارين الحديد. اي انوار، سلام، كيفك؟ والله تمام، كيفك؟ والله ماشي الحال، ايش الاخبار؟ الحمد لله. ها جاهز ولا ايش؟ هي بقرا بس. احنا حنتقابل الساعة كم؟ 5 ولا؟ ايوه. خلاص نتقابل هناك، اوكي؟ اوكي. طلع مؤيد جاهز، المشكلة انه مرة حر ومرة عطشان من دحين، فاليوم حنجرب نسوي الكارديو برا، كان جو مرة حار يصير من بكرة حنصير نسويه في النادي، منطقة تكون فيها تكييف وما يكون فيه شمس قوية. وفي مفاجأة ثانية انه في شخص ثاني راح يدخل معانا التحدي، فيلا على الكارديو وخلينا نشوف مين هو. ووصلت الممشى، انا الان في ممشى الكورنيش، ممشى جدا مشهور في مدينة جدة على البحر على طول. الممشى يبدأ من هنا تقريبا، هذا الشارع يعتبر خلف البحر، يفضل مستمر الين ما توصل على الكورنيش او البحر. فالان بستنى مؤيد والشخص الجديد اللي راح ينضم معانا في التحدي. ايوه، هلا والله، كل عام وانت بخير. بخير، ايش اخبارك؟ حالك تمام والله؟ ايش عامل؟ تعبان. جاهز يا ابوي؟ اول يوم لسه. والله تعبان. متى صحيت؟ الساعة 1:12. واحدة. شوف الجو كويس، كنت متوقع يكون مرة حار. هنمشي هنا ولا هنا؟ ايوه هنا، نمشي هنا، لو كملت مشي ينزلك على البحر. الحين قاعد نمشي من الممشى القديم رايحين الممشى الجديد اللي هو على البحر على طول. والشخص الثالث في التحدي نايف الطفيلي، كيفك؟ ايش الاخبار؟ تمام ما شاء الله، شغال، سبقت انا كذا. تبغى تفوز في التحدي شكلك. ساعه قلت خليني اشتغل كذا، هو عشان بيته كمان جنب البحر والجو حلو. يلا نبدا بسم الله. ده هو الممشى الجديد، طبعا هنا سيارات سيارات، هنا الناس تمشي، هنا اللي عنده دراجات، وهنا البحر على طول. والله فيو مره حلو، يحمسك انك تمشي. ناس دراجات، ناس تمشي، وناس في البيت على السريع تستنى الفطور. انت تختار كيف تبغى تكون. طيب مبدئيا احتاج منك تصور لي صور عشان نحطها في نهايه الفيديو بعد 30 يوم قبل وبعد، عشان الناس يقدر تشوف الفرق، لا يقولوا بس كذا قاعدين يمشوا وما في نتيجه. اليوم نقدر نتصور في النادي قبل ما هذا ايوه يجي. كده نكون اولموست خلصنا، زي ما شايفين نزل عرق مره كثير، فلازم نتاكد انه نشرب مويه مره كثير، حر ورطوبه وشمس، فلازم تعوض بالسوائل. نايف مؤيد، كده نكون خلصنا نص اول يوم، يعني التمرين الاول حق اول يوم، كيف تحسه؟ والله وحش، وحوش. يلا دحين كل واحد يرجع بيته، نفطر، فك ريقنا، وعلى النادي ان شاء الله الفتره الثانيه. لما تشوف نفسك كذا تيشيرت الوان تعرف انه انت تمرنت من جد. احس انه رجال. مين قال لك تلبس اسود يا مان؟ انا ترى ما لا انا والله اخترت اللون غلط. خلصت التمرين الاول كان مره جيد، والحاجه حلوه معايا اصحابي فتحمست وما في ملل فيحمسوك. يلا على وجبه الفطور، مره جيعان وعطشان. خلاص باقي 20 دقيقة ويأذن المغرب، حرجع البيت اخذ شاور او دش على السريع وبعدها نفطر.
ودحين جاء وقت الفطور. حتى في رمضان ما في حرمان، سويت سمبوسة عجينة حطيت فيها مفرومة قليلة الدهون وحطيتها في الفرن، وهذه شوربة برضو عملتها في البيت. ومع الفطور باخذ سكوب واحد بي سي دبل اي احماض امينية، باخذها مع الفطور على طول عشان تغذي جسمي بالاحماض الامينية. حطيت فيه ثلج كده الفطور يكون جاهز. رمضان من غير حلا ما ينفع، فدحين وقت الحلا اخذ جيلي واحد فراولة والثاني بالبرتقال، كله من سناب باك، كل علبة فيها 5 سعرات حرارية. ففكرة تحدي رمضان مو بس اني اغير جسمي، اني اكل اشياء لذيذة واستمتع وانا قاعد اخسر وزني، عشان ابغى اثبت لناس كثيرة انه الدايت ما هو حرمان ابدا، الدايت عبارة عن اختيارات سليمة وكميات اكل. فدحين ححلي حرتاح شوية ونروح النادي التمرين الثاني، تمرين الحديد. هذه الاضاءات في الليل زي كذا يصير شكلها، والله مرة جيدة، فرق عن الصباح مرة كثير. ملابس التمرين اليوم، واخر شيء حلبس هذا الجاكيت. قبل التمرين اخذ سكوب بري ورك اوت، منتج طاقة في كافيين، خلينا نصحصح خصوصا انه دحين في رمضان تمرين متاخر. الساعة الان 57 دقيقة، ادى المغرب الساعة 7:05 دقائق، قبل 50 دقيقة تقريبا. الناس كلها دحين قاعدة تاكل وتحلي وتتفرج مسلسلات وانا رايح النادي. انت تحدد مين تبغى تكون وكيف تبغى تكون. حاجة اساسية لازم نجي نسويها، نجيب الموية. ناخذ مويه كبيره 2 لتر. شرف نايف، كيفك؟ كيف حالك يا اخي؟ طفشت كل يوم اشوفك 3 مرات يا عمي، ايش ذا؟ مرتين تمرين ومره صبور، يعني استنى مويه مره تاخر صراحه. قول لهم ايش صار. اللي صار انه السي 4 كنت جايبه هنا بالغلط، اديته السي 4 ده ايش، قنبله ولا؟ اطلع برا، اطلع برا. اديته كوع كب على الجوال وعلى المحفظه وعلى الكاميرا، بس الامور سليمه اندر كنترول. نايف ساعدني على طول. اه صورت بالكاميرا على طول. يو ويلكم. مؤيد ما يرد دايس من سحاب ولا ايش؟ فجاه خليها صدى دجاج حتى هنا في نص رمضان حار وكذا. الناس ليش ممكن تبغى مناديل؟ حر. يا سلام على الذكاء. ولا هات طشت يا ابني حطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على الارض. اه ايوه تمرن معانا؟ معانا في التحدي بس 30 يوم يصحى يتغير برضه حيرسل لي صور وبعدين نحطها فيديو واحد. يا ان شاء الله كلنا لازم نتغير. يب. لازم يا اخي الناس المعدله الصحيه دي تمشي معاهم جيدين، بس الحياه قاسيه عندهم، يعني الاكل فاهم؟ اليوم اول يوم اكل اشياء انا ما كنت ابغى اكلها، وما باكل اشياء انا مره ابغى اكلها. الحمد لله احنا اتفقنا الساعة 8. هو يدق والله عمره طويل. الو فينك يا شيخ؟ انا قدامك الاول. فين قدامك؟ انت جوا النادي ولا برا؟ يو كذا اكتمل العدد. كيفك؟ حالك؟ ايش اخبارك؟ تمام. انت قاعد تكلمني بالجوال لسه؟ قلت امس تجيب مويه. مويه معك جنب. جبت معك اكس ستيشن؟ والله. الو مؤيد كيفك؟ ربيت جنبي. طبعا عشان عددنا كبير فمعتز راح يتمرن نفس التمارين بس حيكون لوحده، فهو راح يسبقنا دحين. عبد المنايب يجهز الاشتراك، قاعد يشترك دحين، دحين مؤيد كمان يشترك. لقيت عبد الرحمن، ايش الاخبار؟ يقول اليوم شاف الفيديو ويبغى يدخل معنا التحدي ان شاء الله. هو حيصور برضه نفسه وراح يرسل لك صور بس يخلص التحدي 30 يوم، يبغى الكل يتغير ان شاء الله. شد حيلك ها؟ يلا قلت لك بطول الاشتراك ويعضل على طول. انت تقول لي امس جيب مويه، جيب مويه. كويس جبت المويه، انا جبت المويه. نايف مويتك من بكره مويه، هذا مو مويه. بس خلاص ما دام معك هذه عادي تعبيها من جوا. طبعا بما انه اليوم اول يوم في التحدي راح نلعب تمارين الدفع، تمارين اليوم حتكون اكتاف والصدر وعضلات الترايسبس. فتحط كل اغراضك، ابغاك تكون اخف شيء ممكن. لا انا خفيف. خلاص ما ينفع تشوف الباسورد. هاي كده على السريع، اليوم ما تكلمني، انت ايش هدفك اصلا من التحدي؟ تبغى تخسر دهون اكثر ولا تزيد عضلات؟ بزيد عضلات طبعا. تزيد عضلات؟ ايوه طبيعي، واكون هيلثي ان شاء الله. امارس حياه صحيه شوي. يجي ان شاء الله اللي تبغاه يصير واكثر. يا الله 30 يوم والله حنشتغل فيها كثير. يلا نبدا، حنسخن هنا، كل واحد يسخن 10 دقائق او 5 دقائق، وبعدين ندخل الصاله ونبدا. سبقتنا يا هو، ما ينفع كده. مستعجل اليوم انت. لازم يا يلا روح دوس بسرعه. التمرين حيكون تمرينين للصدر، 3 اكتاف وتمرينين للترايسبس. يلا نبدا.
جود جاب شباب اليوم الاول والله ات واز نايس ورك اوت. اقول لك ما بوريكم الباسورد عشان ما تعرفوه في النهايه احنا نسيناه. ايوه هذا هو. خلينا العامل يفتح لنا هو. تمام شكرا. شوف الصدقه الجاريه والله شكله ولا احد اخذ اي منديل. مشي حالك يلا نرجع البيت ونتعشى. وبعد تمرين عنيف تحتاج وجبه تبرد على قلبك. 200 جرام رز و200 جرام صدور دجاج وبرضه باخذ ده بروتين شيك فيه 20 جرام بروتين. دي الطريقه اكون اتاكدت اني قاعد اكل احتياجي اليومي من البروتين. مع الحديد يدي مره انعدمت من هنا ومن هنا. ادو الحل بخاخ لوشن زي كذا بس ابخ هنا تسوي كذا. تقدر تستخدموه لكل الجسم طبعا زي كذا تبخ وما يلصق في اليد. والان جاء وقت وجبه السحور. والله مره يوم كان متعب وطويل. ان شاء الله ناخذ دي الوجبه نتسحر وننام ونبدا يوم الثاني. بس كان يوم مره حلو وهذا اول يوم لسه. ان شاء الله الجاي احلى واحسن. ان شاء الله راح اوصل للي ابغاه. وجبه السحور حتكون من مطعم سبوي. قطع عيش كامل احط فيه تكه صدور دجاج ومعاه خضار من غير اي صوص ومن غير الجبنه. خيار خس طماطم فلفل اخضر وزيتون بدون صوص. شكرا. هذا كان يومي اول يوم في التحدي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اتمنى انكم تدعموني تحت وتحمسوني وتخلوني اكمل عشان انا اتغير وانتم كمان تتغيروا ونشوف نتائج حلوه نهايه الشهر. واذا انت شخص جديد ما بتتابعني اعمل سبسكرايب اشترك الان في القناه. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.